احتفال أسري عائلي، احتفال بإحالة صديقنا وزميلنا وأخونا سي رشيد الترمذي على التقاعد. في الحقيقة في هذه المحطات يعجز اللسان عن التعبير، لأنك تحاول أن تستحضر مسارا لمدة سنوات في كلمات بسيطة وفي فقرات صغيرة، فيتعبر عليك ذلك. كل ما نقوله أن السي رشيد الترمذي اشتغل معنا في المركز الجهوي للامتحانات، اشتغلت معه منذ 2008 ولا 2009، ولكن معرفتي به كانت معرفة سابقة في المديرية الإقليمية للتوريد اللي اشتغلت فيها، ويذكرني دائما بالوالد رحمه اللي كان على اتصال دائم به، الله يرحمه في هذا النهار ويرحم جميع الأمهات المسلمين، وكانت تجمعنا علاقات طيبة، والحمد لله اشتغلنا هنايا لمدة من 2008 حتى 2022، صافي تقريبا شي 13 سنة، 13 سنة ديال العمل. السي رشيد الموظف الذي لم نرى منه إلا الخير، اشتغل بجد وتفاني في أداء مهامه، نتمنى له تقاعدا مريحا إن شاء الله مع أصدق المتمنيات بوفور الصحة والعافية والهناء وطول العمر والذرية الصالحة إن شاء الله. صحيح أنه احنا في الامتحانات عندنا واحد الخاصية، أننا نشتغل تحت الضغط، ضغط الزمن وضغط العمليات، وهذا الضغط قد يتولد عنه أحيانا بعض الخلافات بين الأطر، وأحيانا نتزاقاو على بعضياتنا وكذا، ولكن راه كل هادشي هذا داك الشيء راه نابع من حاجة واحدة، هي الحرارة ديال القلب ديالنا على هذا المركز وعلى هذا المصلح. إذا أنا من جهتي مع السي رشيد ربما في بعض المحطات كنا تحلنا وكذا، ماشي غير معاك راه مع الإخوان كاملين، راه غير الحرارة ديال العمل، وهاد الحرارة ديال العمل كتبقى تدور الدور، كتقرب على اللي قريب لك اللي يصبر لك هو اللي كيما نقولوا بالدارجه كتكبها فيه. ايوا نتمنوا السي رشيد الصديق ديالنا والزميل ديالنا موفور الصحه والعافيه والتقاعد المريح، وتبقى العلاقات ديالنا دائما مستمره، لان انت بديت حياه جديده، خطره خطره زورنا هنايا كما راهو زورنا الاخوان اللي قاعد تقعدوا. وشكرا لك، شكرا على المجهودات اللي بديتها طول المسار المهني، ونتمنى لك التوفيق ان شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم، اولا نشكر جميع الزملاء معنا في المركز، وما عنديش شي حاجه اللي غادي نقولها، غادي نقول نطلب المسامحه من الجميع. شي حاجه نطلب عليها المسامحه؟ صغير انا كبيره صافي على ايدي واحد الحمد لله.